وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى بيروت على رأس وفد سياسي واقتصادي. ظريف سيجري خلال زيارته لبنان التي تستمر يومين مباحثات مع المسؤولين اللبنانيين حول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية، كما سيلتقي عددا من قادة الفصائل الفلسطينية. وفور وصوله إلى مطار بيروت، أبدى ظريف استعداد بلاده لدعم لبنان وأمله في أن تكون رغبة تسليح الجيش لدى إيران متوفرة لدى الجانب اللبناني حسب تعبيره. وعن هذا الموضوع كانت حدثتنا من بيروت مراسلتنا جويس الحاج خوري في نشرة سابقة. مع رئيس الحكومة لبحث موضوع تسليح الجيش اللبناني، وهذا الموضوع سيتطرق إليه بطبيعة الحال ظريف مع رئيس الجمهورية ومع رئيس البرلمان الذي يلتقيه مساء اليوم. ولكن كيف ستكون هذه النقاشات داخل الحكومة؟ من سيقرر في هذا الموضوع؟ كل ذلك لا يزال من المبكر الحديث عنه، ولكن كلام الأمين العام لحزب الله في الأيام الماضية عن أنه مستعد لإقناع طهران بتسليح الجيش اللبناني وبالتالي لا نعود بحاجة إلى ما يمننون به الغرب، فهذا أيضا طرح علامات استفهام في ظل اقتناع شريحة من اللبنانيين بأن الأمين العام لحزب الله هو من بات يقرر في لبنان. الأسئلة كلها المطروحة اليوم رهن بما سيقوله غدا الأمين وزير الخارجية الإيرانية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقده مع نظيره اللبناني جبران باسيل.